نحن الشعب السوري في المناطق المحررة نرفض رفضا قاطعا ما أقدم عليه الأكراد من خطوتهم الأخيرة في إعلان الحكم الذاتي والكونفدرالي في المناطق التابعة لسيطرتهم. ونستغرب قيام الأكراد بهذه المرحلة العصيبة من الثورة السورية بإعلان هذه الخطوة رغم معرفتنا بأنهم هم الطائفة الأكثر تضررا أو الفئة الأكثر تضررا من أفعال النظام في السابق وفي الحاضر. ونرفض هذا العمل بشكل كامل لأنه يشجع أي طائفة أو أي فئة من الشعب السوري على إعلان حكم ذاتي في المناطق التابعة لسيطرتها. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كجيش حر في متواجد في ريف حماة الشمالي واللاذقية وحلب، يعني نحن مثل بقية فصائل الجيش الحر نحن نرفض أي فدرالية وأي تقسيم لسوريا إن كان من قبل الأكراد وإن كان من قبل أي فصيل تاني. سوريا ما هذا التقسيم؟ سوريا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للي صار بشمال سوريا وإنشاء حكم فدرالي للأكراد، هذا عمل مدام تماما ومشروع فاشل جدا، إعادة للأسف تكريس الواقع الاحتلال القديم من اتفاقية سايكس بيكو لليوم هو تجزيء البلد. ومرفوض رفض قطعي أي فدرالي بسوريا، نرفض أي فدرالي بسوريا إلا نقبل واحد شيء واحد فقط لغير، اللي هي سوريا موحدة فقط لغير.